you mm -hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله الامين وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين واصحابه الصادقين الاكرمين ومن اهتدى بهديهم اجمعين اما بعد السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للعمل الصالح وان يختم لنا به وان يجعلنا من ضنائنه من اوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والاخره ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمارنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا يا رب العالمين نتحدث اليوم باذن الله عز وجل وحسن عونه وجميل كرمه عن موضوع الخواتيم اي خواتيم الاعمار وساعات الوفاه والاحتضار فنحن في هذه الدنيا نشقى ونسعى ونكد ونعمل ونجتهد ولا بد ان تاتي ساعه النهايه ولا بد ان تاتي ساعه الرحيل الى ملاقاه الله سبحانه وتعالى وتلك هي الخاتمه التي تختم بها اعمارنا وتختم بها حياتنا وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بالخواتيم فانما الاعمال بالخواتيم قد يعمل الانسان بعمل اهل الجنه ولكنه هو من اهل النار وهو لا يعلم وقد يعمل بعمل اهل النار وهو من اهل الجنه وهو لا يعلم وذلك أن الإنسان إذا كان يعمل بعمل أهل النار ثم ينتقل من السيء إلى الحسن إلى الأحسن ينتقل إلى التوبة وإلى العمل الصالح فهذا تائب عند الله والله يقبل توبة التائبين وقد يعمل بعمل أهل الجنة ثم بعد ذلك ينتقل من الحسن والأحسن إلى السيء والأسوأ وربما يقع في الفجور أو الفسوق أو الكفر والعصيان فهذا والعياذ بالله منتكس وقد يكون مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى فلا بد أن يحتاط الإنسان للخاتمة التي سيختم بها عمره ويختم بها حياته هذه الخاتمه تنقسم الى قسمين خاتمه حسنه جيده وخاتمه سيئه قبيحه والعياذ بالله عز وجل من سوء الخواتيم والخاتمه الحسنه او السيئه لها تعلق بثلاثه امور لها تعلق بحال وسلوك الانسان ولها تعلق بنيته وقصده ولها تعلق ثالثا بخبيئته من العمل الصالح اما تعلقه بحاله وسلوكه فلينظر كل واحد منا كيف يتعامل مع ذنوبه مع اخطائه مع اثامه مع سيئاته، مع مع تقصيره في حق الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه وكأنها جبل يريد أن يقع على رأسه وإن الفاجر ينظر إلى ذنوبه كأنها ذبابة وقعت على أنفه فيدفعها يمينا وشمالا وكان الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم يحذرون من احتقار الذنوب ومن تهوينها ومن الغفله عن خطرها فالذنوب هي بريد الكفر وسوء العاقبه وسوء الخاتمه والعياذ بالله عز وجل من عصى الله عز وجل ولم يتب فكانما جاءه بريد او جاءته رساله تحذره من ان خاتمته قد تكون سيئه كان الصحابه رضي الله عنهم يقولون انكم تعملون اعمالا هي عندكم ادق من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الموبقات فالخاتمه حسنه كانت ام سيئه متعلقه بحال الانسان وسلوكه ومتعلقه ثانيا بنيته وقصده فمن كان ينوي الاخلاص لله عز وجل فهذا حسنته هي في خاتمته واما من كان ينوي غير ذلك الرياء وحب محمده الناس وحب الافتخار والظهور امام الناس فهذا تكون خاتمته قبيحه من بنى عمله على الصدق يناقض من بنى عمله على الكذب ومن بنى عمله على ابتغاء وجه الله والدار الاخره يناقض من بنى عمله على ابتغاء الدنيا وصرف وجوه الناس اليه قل لي كيف هي نيتك اقل لك كيف هي خاتمتك ثم هناك امر ثالث وهي الخبيئه ومعنى الخبيئه اي العمل الخفي الذي بينك وبين ربك ولا يطلع عليه احد من العباد فان كانت لك خبيئه من العمل الصالح واكثرت منها فابشر فلك الخاتمه الحسنه واما ان كانت بينك وبين الله عز وجل خبيئه من الخبث ومن الغدر ومن الخيانه ومن مساوي الاعمال فاحذر فان ذلك علامه على سوء الخاتمه ذنوب الخلوات ذنوب الخلوات تاتي يوم القيامه وقد حرقت جميع الحسنات فلا بد على كل واحد منا ان يحسن سابقته حتى تحسن خاتمته والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمؤمن اذا يستعد لحسن الخاتمة ويعمل من اجل تحقيقها وذلك من خلال تزكية نيته ومراقبة قلبه ماذا يريد في هذه الدنيا إذا كان يريد وجه الله والدار الأخرة فان خاتمته حسنه واما اذا كان يريد الدنيا وشهواتها وملذاتها وصرف وجوه الناس اليه والشهره بين الناس والزعامه على الناس فليحذر فان ذلك نذير الى سوء الخاتمه والعياذ بالله عز وجل فالاستقامه وعدم الاعوجاج هو الذي يضمن حسن الخاتمه اما ذو الوجهين المنافق المتردد فذلك يخشى عليه سوء الخاتمه والعياذ بالله سبحانه وتعالى ومن الاسباب التي تؤدي الى الخاتمه الحسنه او السيئه الصدق او الكذب فان نبينا صلى الله عليه واله وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالكذب طريقه سوء الخاتمه ذلك الذي يبني علاقاته ويبني انجازه ويبني اعماله على الكذب فان ماله سوء الخاتمه والعياذ بالله عز وجل اما من كان صادقا مع الله وصادقا مع عباد الله وصادقا مع نفسه فله البشرى بحسن الخاتمه والمرء مع من احب يوم القيامه فاختر من تحشر معه يوم القيامه مع الصادقين كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين او مع غيرهم والعياذ بالله عز وجل من سوء الاحوال والله اعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته